السلام عليكم. لا حاجة للقضاء ولا حاجة لصدور حكم، فقد صدر الأمر ونفذ الحكم وأزهقت الأرواح، وذلك في سيارة حديدية توقع من فيها أنهم سيخرجون لنور الحرية من جديد، لكن قتلوا بدم بارد فذهبوا إلى ملك عدل لا يظلم عنده أحد. إبراهيم دهشان أحد ضحايا سيارة ترحيلات الموت، ترحيلات أبو زعبل. نشاهد التقرير التالي ثم نلتقي بأسرته. دون محاكمات أو منصة قضاء، قررت وزارة الداخلية إعدام إبراهيم دهشان خنقا بالغاز ضمن 37 آخرين داخل قبر حديدي، جزاء لهم على مشاركتهم في اعتصام رابعة. الحاج إبراهيم دهشان أحد ضحايا حادثة سيارة ترحيلات أبي زعبل. عرف عنه حب الخير وإفطار الصائمين وارتقاء المنابر داعيا أهالي قريته لصحيح الإسلام. يعني يعتبر كبير العيلة وهو الرجل الفقيه في العيلة والرجل المسلم والمتعلم، ويعني كل حاجة بالنسبة له. رائد العمل الخيري في مركز فقوس بالكامل. كان كل الجمعيات الخيرية أو الناس القائمين على الجمعيات الخيرية بالمركز كان بيجوا يستفادوا من خبراته في عمل الخير. ما كانش بينام الليل كله عشان اليتامى والمساكين، ولفتوا الليل والنهار عشان يجيب من ده ويدي، يجيب الأغنياء ويدي الفقراء. هو موجه سابق لمادة اللغة العربية ومؤسس الجمعية الخيرية الإسلامية بقرية الصوالح بمحافظة الشرقية. كان موجه أول لغة عربية وتقاعد، تقاعد وتفرغ تفرغ كامل للعمل الخير. لم يكن يعلم الرجل الستيني أن جزاء تعليم الأجيال ورعاية الفقراء هو القتل خنقا داخل صندوق حديدي رغم صدور قرار بإخلاء سبيله. راحوا له محامين ودفعوا كفالة، ما فيش أي شيء تهمة ضده، يعني لم يثبت عليه أي شيء لأنه إنسان سلمي وإنسان مسالم، ما فيش أي تهمة موجهة ليه، لكن دفعوا له كفالة وخلاص المفروض أنه هيطلع. قالوا له تعالوا استلموه بكرة. راحوا تاني يوم عشان يستلموه، مركز الشرطة قال له إن هو ترحل بالخطأ لسجن أبو زعبل. عمره ما كان إخوان ولا ينتمي لإخوان، فهو قال ما روح أشوف الناس اللي بيحكوا على الرابعة، ولما شاف راحوا مرة وشاف الروحانيات وبتاع راح مرة وتانية وتالت. ما كانش ينتمي لإخوان ولا أي حزب بعينه، لا حزب وطني ولا حرية وعدالة ولا أي شيء. قررت قوات الشرطة دون سابق إنذار أن تحرم زوجته وبناته الأربعة منه ليلقى ربه متسائلا بأي ذنب قتل بهذه الطريقة. رحم الله من قضوا، نكرر كثيرا هذه الكلمة في هذا البرنامج، ويعني كل حلقة تأتينا بمأساة جديدة. فقدان أب له أسرة مكونة من زوجة وأربعة بنات بهذه الطريقة، لا لشيء، لا ينتمي لحزب كما أشاعوا وأهدر دم من روج الإعلام أنهم ضد الوطن وإرهابيون كما قال البعض، لا ينتمي لهذا الفصيل كما سمعنا في التقرير حتى يستباح دمه. وحتى إن كان ينتمي فهل معنى ذلك أن يستباح دمه بهذه الطريقة؟ نرحب بداية في هذه الحلقة بزوجة الأستاذ إبراهيم محمد إبراهيم الدهشان، الحاجة ميسرة، وأيضا نرحب بالدكتورة آية إبراهيم ابنة الأستاذ إبراهيم، وكذلك الأستاذة فاطمة ابنته أيضا، وسينضم إلينا أيضا بعد قليل الأستاذ أحمد عطية وهو أقرب الأصدقاء إليه، وأيضا عبد الله الدهشان أحد أقارب أو ابن عم الأستاذ إبراهيم. أهلا بكم جميعا. والبداية معاكي دكتورة آية. دكتورة آية إبراهيم،
كيف علمتم بالخبر؟ سمعنا في التقرير أنه كان على وشك الخروج بدفع كفالة معينة، فما الذي تم بعد ذلك؟ دكتورة آية، يبدو أن هناك مشكلة في التواصل. احنا بالفعل يا أستاذة أسماء. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكي دكتورة آية، تفضلي. أهلا بحضرتك، احنا بالفعل كنا منتظرين بابا إنه يخرج بالسلامة بعد دفع كفالة، وزي ما قال ابن عميل هو احنا كنا مستنيينه إن هو يخرج، وبعدين المفروض إننا رحنا دفعناها. وبعدين قالوا لنا ان هو اترحل بالغلط من سجن ابو زعبل، فهتستنوه ثاني يوم الصبح. وثاني يوم الصبح بعدها اخر النهار احنا سمعنا اسم بابا في الجزيره ضمن الوصيات. طبعا في جريمه بس زي دي منظره، سابوهم 6 ساعات من غير الميه ولا هواء ولا حتى انهم يرحموهم ويستغيثوا بهم انهم حتى يشربوهم بقوا معايا ما فيش. هي التفاصيل دي هنيجي على ذكرها يا استاذه ايه، وان كانت يعني اصبحت من العلم بمكان للكل تقريبا، بس خليني يعني اتكلم معاكي ان بعد دفع الكفاله ما كانش في حد منكم يعني قريب من المكان، او كان بانتظاره في نفس المكان مثلا على امل ان هو يخرج في اي وقت؟ كنا موجودين، كان في ناس كتير بانتظاره، اختي واصحابي وزمايلي وكل ما عاد كانوا منتظرينه فين؟ يعني منتظرينه فين؟ منتظرينه في اسم مدينه مصر، اسم ثاني مدينه مصر، الساعه 3 بالليل، لحد الساعه 3 بالليل منتظرين طلع القرار. ولكن الضابط هناك قال ابي محمد بالحرف الموضوع طلع من ابنه دلوقتي بقى امن الدوله، في امن الدوله. يعني موضوع ترحيله، يعني بعد دفع الكفاله قال لكم ان الموضوع مش في ايدنا دلوقتي والموضوع في ايد امن الدوله، يعني موضوع ترحيله عدى مرحله دفع الكفاله. بالظبط كده. بالظبط. طب ليه اخذت الكفاله؟ طب ليه طلبت كفاله من الاول لما هو هيطلع اسمه اساسا مش يعني هم جم وتعالوا يتحروا كويس خالص، هو ما فيش عليه اي ادانه، ورغم كده قالوا لنا تعالوا الساعه 7 الصبح، الساعه 7 الصبح استنوا. راح ابي محمد جوز اختي الكبيره يستنوا الساعه 7 الصبح، اترينهم مترحلين من الساعه 6 صباحا وهم رايحين ابو زعبل. هي دي النقطة اللي أنا بتكلم فيها يا دكتورة آية، يعني الساعة 6 الصبح وقت الترحيل، في بعض الأهالي كانت موجودة قدام باب الـ اسم الشرطة، اسم شرطة مدينة نصر، بحيث إن يعني شافوا الناس وهي كمان بتترحل، فأنتوا ما كنتوش من الناس دي؟ فعلا حتى علي محمد يعني ازاي دخل زعق لهم انت ازاي يترحل واحد زي ده، المفروض ان هو ما يترحلش واحد زي ده، الكفاله واسمه طالع والوصل الايثار معانا اهو، ازاي انكم ترحلوه كده؟ قالوا له اهدى يا استاذ انت تقدر دلوقتي تدخل للضابط فلان. دخل الضابط فلان ده كان واحد من امن الدوله، قال له انت ايه اللي عندك دلوقتي؟ اللي عندك خلاص هو دلوقتي ترحل، واللي كان ما ينفعش انك تتكلم اكتر من كده. يعني ان كان عاجبك يعني. اتردد ان هو لو اتكلم كلمه زياده يبقى خلاص هتتاخد انت كمان. ما انا بقول لك يعني هو يعني معنى الكلام ان هو بيقول له ان كان عاجبك مش عاجبك يعني شوف انت اخرك ايه يعني. بالظبط كده. بالظبط. انت اخرك ايه يعني؟ ما تتكلمش كلمه زياده. تمام. طيب انتوا عرفتوا بالخبر الحزين اللي مصر كلها صحيت عليه، خبر يعني وفاه كل من في سياره الترحيلات عدا يعني عدد قليل جدا منهم، يعني وعرفتوا اسم الوالد منهم، ايه اللي تم بعد كده؟ احنا ما عرفناش من حد يا استاذه، احنا ما عرفناش من حد، احنا قاعدين كالعاده بنسمع الاخبار نشره الساعه 9 قاعدين في امان الله بنسمع النشره وانهم بيقولوا ده في خبر عاجل دلوقتي في وفيات حادث عربيه ترحيلات ابو زعبل، بدا المذيع يقول الاسماء وكانت زي الصعقه بقى لما سمعنا اسم بابا في ضمن الوفيات. طيب كان في حد موجود هناك برضو؟ يعني ارجع واكرر عليك السؤال، كان في حد بسرعه شاف الوالد او احاول بسرعه يطلع، يعني مجرد الحادث اللي حصل تم نقلهم مباشره الى يعني المشرحه ولا؟ لا،
لا في الوقت ده، هو في الوقت ده ما كانش حد موجود هناك، كان لسه ابن محمد جاي الساعه 3 العصر، يعني ابن محمد كان جاي 3 عصرا من القاهره. قالوا ان هم ايه هيرحلوه بقى، اخر حاجه وصل ليها انهم هيبعتوه على سجن طاووس. وانت ما قلتوش تيجوا وما قلتوش تطلعوا نفسك، ما هنبعته على سجن طاووس. ابن محمد وصل الساعه 3، الساعه 9 سمعنا الخبر. بدأوا يتحركوا ويروحوا ويسألوا، فين عرفنا ان هم في مشرحة زنا، وكان يمكن جثة والدي كانت من اول الجثث اللي طلعت من المشرحة، والحمد لله ده بفضل ربنا يعني، كان ربنا ميسر الامور. وكانوا بدري الساعة تقريبا 6 الصبح كانوا هناك وبابوهم. يعني كان الله في العون دكتورة آية. الحمد لله الحمد لله. اسمحي لي اكلم والدتك الحاجة ميسرة. اتفضلي. حاجة ميسرة، خالص تعزينا ليكي، وإن كان يعني وقت العزاء انتهى، بس ده مش موت طبيعي أو مش فقدان طبيعي. هي مصر كلها ممكن تكون فقدت كتير بفقدانها أولادها بهذه الطريقة. الحمد لله على قضاء الله. الحمد لله. الحاجة ميسرة، الحاجة ميسرة، يعني وقت ارتقاء الأستاذ إبراهيم كنت تقريبا 33 سنة أو 32 سنة زواج. أو 32 سنة. بيمثلوا لك إيه دلوقتي حاجة ميسرة؟ بيمثلوا لي كل حياتي، هو كان الزوج الصديق والأخ والأب. أنا ما عرفت بزوجي الله يرحمه، كانت من عمري وأنا عمري 9 سنين، كان زميل أخ ليا في الكلية، وكان نعمل الزوج والله الله يرحمه. وعلى فكره من كرم اخلاق الحاج ابراهيم الله يرحمه وسمته الطيب واخلاقه الطيبه، الناس كتير ما حدش يعرفه ان ابويا الله يرحمه هو اللي خطب الحاج ابراهيم ليا وانا عمري 12 سنه. الحاج ابراهيم استاذ ابراهيم محترم وطيب وشاف فيه الاخلاق الحلوه والصفات الطيبه، لذلك ابويا اللي اختاره ليا زوج. الحاج ابراهيم ما خطبنيش زي اي شاب بخطب عروسته، ابويا انا اللي خطبه من عشان الحاج ابراهيم كان مثل للاخلاق العاليه والصفات الطيبه وكرم الاخلاق الله يرحمه. الله يرحمه. والحمد لله، وهو فعلا الشهاده ما بتلمش يا استاذه اسماء، الشهاده بتنقي. الحاج ابراهيم يستاهل الشهاده، الحاج ابراهيم يساوي الصوالح بالكامل من اخلاقه وصفاته الطيبه وجري على اليتامى والارامل وحب الناس وحب الخير والمصالح العامه. ربنا يشهد ان مكان بيدي وقت البيت ربع ما بديه للناس وللمجتمع، والناس بتشهد بكده، المؤيد والمعارض والله. والحمد لله والله دي النعمه من عند ربنا، هو الفراق اللي صعب جدا جدا جدا، بس هي نعمه ربنا منها علينا، لان الشهاده مش اي حد وصلها يا استاذه اسماء. صحيح. الحمد لله احنا راضيين بقضاء الله. وزوجي عمره اطول من عمر قاتليه، عمره اطول من عمر قاتليه. هم مفكرين ان هم هيتخلصوا كده، جريمتهم هتلاحقهم مدى الحياه، وان شاء الله ربنا هيجعل ده اللي زوجي واللي زيه لعن عليهم في الدنيا والاخره، وانا خصمتهم يوم العرض على الله انا وبنات الاربعه. الحاج ابراهيم مخلف 4 بنات الحمد لله، ربنا ما يعني ادانا كل حاجه في بنات مؤدبه ومحترمين ومتربيين واب محترم، والدنيا كلها يعني الكل هنا بيحلف بحياته والله، الكل حزين عليه. ربنا يصبرك على فراقه ويبارك لك في بناتك ان شاء الله يا حاجه ميسره. حاجه ميسره، عايزه اسال حضرتك على، يعني ذكر في التقرير ان الحاج ابراهيم لا ينتمي لاي فصيل سياسي، احكي لنا حكايه، يعني حكايه التحاقه باعتصام رابعه جت ازاي؟ والله ما ينتمي لاي حاجه يا سيده اسماء. الحاج ابراهيم اما شاف الدم، لان الحاج ابراهيم من تعليمه جانب اسلامي، اللي هو واخد معهد دراسات اسلاميه وكان ماجستير برضه دراسات اسلاميه الله يرحمه. فهو حتى اخر خطبه جمعه ليه مرفوعه على اليوتيوب، بيدعي لمصر ان الفصلين الاثنين يتنزلوا وان ما يضيعوش جيش مصر، وان مصر احسن بيت لسه في الدول العربيه. واخر خطبه ما على اليوتيوب يطلعوا عليها ويشوفوها. ليه؟ لا كان بينتمي لنور ولا سلف ولا اخوان، كان بينتمي للحق
بس يعني. طب معلش اسمحي لي طيب استوضح منك النقطه دي، يعني فكره انضمامه لاعتصام رابعه ما كانش بعد الانقلاب مباشره او من يوم 28 زي ما ناس كتير كانت هناك؟ لا 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 يا استاذه اسمع، هو تحرك للدم فقط بعد الحرس الجمهوري. بعد الحرس الجمهوري اما شاف الدم ناس بتصلي وساجده بايادي الله وما خافوش من ربنا وقتلهم وهم ساجدين، يعني مين اللي مشاعره ما تتحركش؟ مين في العالم ما يزعلش وما يحزنش على الدم اللي بيرد بين دم؟ هيقولوا ايه لربنا؟ ده القاتل يوم القيامه هيقول يا رب ثاني هذا فيما قتلني، قتلهم ليه؟ عملوا ايه وهم كمان ساجدين لعياد الله؟ هي دي اللي ما كانش راح قبل كده، ده كان تاني مره يروح. وكمان كان حد عمته في مدينه نصر سته مسنه عندها 95 سنه واخته في مسترد راح يعيب عليهم وهو عدى، هم واخدين معتقلين الحاج ابراهيم من اخر شارع الطيران كمان. مش من الميدان، مش من الميدان يعني. الطيران مش من الميدان رابعه والله يا بنت. عيد على عمته على اخته وراح على عمته وقعد شويه معاهم في رابعه وصلى الفجر وماشي. لكن موقفه ان هو يعني يتحرك للدم وشايف ان الوضع كده ما ينفعش، فكان وجوده بقصد يعني مش صدفه يعني. ده ما يرضيش الله. ده حرام ما يرضيش الله. اللي جه بالشرعيه يمشي بالشرعيه، واللي جه بالصندوق يمشي بالصندوق. لا قصه مرت ولا قصه اخوان ولا قصه حد. ما احنا لو عملنا كده يبقى مش هيقعد لنا رئيس نهائي. كل ما حد يجي يبقى البقاء للاخر، يبقى بقينا في غابة، ما احناش في دوله. طيب لما 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 راح ميدان رابعه وجي حكى لكم على اللي شافه هناك او مشاهداته وكون ان هو يروح ويرجع مره ثانيه، حكى لكم ايه هناك؟ انا بتصل بيه، انا بتصل بيه، انت فين يا حاج ابراهيم؟ قال لي اول مره راح كانت ليا 27 رجب وكانوا بناتي معايا الدكتوره ايه وفاطمه. المكان ده لو فيه سلاح زي ما هم بيقولوا ولا ناس مش كويسين، كان الحاج ابراهيم خد بناته والبلد كلها تعلم ان بنات الحاج ابراهيم شكلها ايه؟ مين اللي هياخد بناته في مكان مش كويس زي ما بيقولوا؟ اول مره راح كانت ليله 27 ده بتصل بيه، انت في رمضان يا حاج ابراهيم انت فين؟ قال لي انا في رابعه. والله يا حاج بنفس اللفظ والله، قال لي فاكره احساس الحرم؟ هنا روحانيات زي احساس الحرم بالظبط، دي اللي الحاج ابراهيم قاله لي. ليله ليله الفجر بتصل بيه حوالي الساعه 1 بالليل، انت فين يا حاج ابراهيم؟ ما هي كانت اخر مره جيت رابعه. قال انا بشم دم الشعب، الله ريحته زي المس، ربنا يبلغنا الشهاده. وكان كانت ابواب السماء مفتحه لان هو صدق مع عهد الله عليه. هو طول عمره طول عمره بيدعي للدين والاسلام والفضيله والاخلاق والحق. فاللي هم عملوه ده مش يرضي الله ولا يرضي حد ابدا ابدا ابدا، حتى لو مش على مله الاسلام. واحد كأي واحد عنده إنسانية اللي هم عملوه ما يرضوهوش، والحمد لله إن شاء الله ربنا هيقص لينا بأمر الله. وبعدين يعني شهادة الحاج إبراهيم مش شوية، أنا فخورة بيها والحمد لله. يعني مش ندمانة، مش ندمانة يا حاجة ميسرة على التحاقه بالاعتصام أو التحاقه يعني التيار المندد بالانقلاب والمناهض للانقلاب؟ المناهض للانقلاب ربنا هو اللي بيجازيهم والله العظيم. بس يا استاذه اسماء احنا الوقت الناس اللي مناهضين وكانوا شريفين ربنا ورانا فيهم ايات. قصد حضرتك قصد حضرتك المؤيدين مش هيقدروا عليه. وبعدين اللهم لا شماته، ربنا اللي هيخلص منهم. اما بالنسبه للحاج ابراهيم، الحاج ابراهيم شهيد يستاهل الشهاده، ومن مناقب الشهيد ومميزاته انا هزعل ليه؟ وانا هيتجوز 70 من حور الجنه وانا هبقى سيدتهم، انا كنت هتم ليه؟ ده يعني هي موته الاول والاخر موته، فانتقل في سبيل الله تبقى موته على حق، موته تستاهل، وان شاء الله ربنا يلحقنا بيه في الجنه. وانا مش زعلانه، انا هو الفرق اللي صعب عليا والدنيا كلها صدت حواليا، حتى لو عندي 100 ولد و100 بنت ما يسدوش مكان ابوهم، لكن يكفي ان هو شهيد. اكيد اكيد هو شهيد. ربنا يجعل يعني الفراق ده والم الفراق في ميزان حسناتك ان شاء الله وحسنات الاسره إن شاء الله. كلها. خليني اكلم الاستاذه فاطمه. فاطمه يعني اتكلمت الوالده على 32 سنه وقالت ان يعني ملخص الموضوع ان والدها رحمه الله عليه هو اللي خطب والدك ليها.
شفتي بابا ازاي كأب في التعامل يا فاطمة؟ والله بابا يعني ما فيش زي بابا والله العظيم، يعني نعم الأب ونعم الأخ ونعم الصديق. تعاملوا معانا في البيت كان بالرفق وباللين، وكل حاجة كانت بالتشاور. كان يعني حنون جدا علينا، كان يقول انتوا عزتي وانتوا بناتي. تعامله مع ماما كان التعامل، كان يعني التعامل مثلا زوج مع زوجته، لا كان بيعملها كمان كأنها واحدة مننا. يعني مثلا لو مثلا في العيد العيدية ماما تاخدها قبلنا، في حاجات تانية أي حاجة لازم ماما كمان تبقى هي الأولى. يعني ما فيش والله العظيم زي بابا ربنا يرحمه. فاطمة طبعا التأثر اللي باين في صوتك وباين عليكي الدموع يعني ما جفتش، وحقكم يعني في حالات الفراق العادية ده بيكون حال طبيعي حتى مع مرور الزمن، لكن ما بالنا بهذه الصفات. فاطمة انت بتقولي او والدتك كمان قالت وعرفنا ان انتوا ما شاء الله اربع بنات ربنا يبارك فيكم، ما حسيتيش بنوع من انواع يعني ان بنات ومعروف في يعني الثقافة المصرية او حتى في العربية بشكل عام فكرة ان اللي ما جابش ولد ملوش ظهر وسند؟ انت قلتي كلمة دلوقتي لا لا دايما لا. كان بيؤكد لا. ان انتوا عزوته. فعلا لا هو كان يقول انتوا عزوتي، واحنا الحمد لله الكل عارف ان احنا الاربع بنات دول 100 مليون ولد. طبعا فضل تلك تربية ماما وبابا، علمونا ربنا احسن تربيه، والناس كلها بتحدث بيها والله العظيم، ده مش كلامنا احنا، الناس كلها بتحدث بينا وعارفانا. ربنا يبارك فيكم يا فاطمه. فاطمه ذكرت الحاجه ان انت كنت مع والدك في مدار ربعه. اول مره رحنا فعلا كنت انا والدكتوره ايه وبابا، كنتوا حابين تشوفوا كنتوا يعني رايحين من باب الدعم او الاقرار باللي هناك، ولا عايزين تشوفوا الجو اللي الناس كلها بتتكلم عنه سواء بالسلب او بالايجاب، عايزين تحكموا بنفسكم يعني؟ لا والله الاثنين فعلا. قلنا لبابا احنا عايزين نروح هناك. طبعا لما كنا بنشوف الدم والحرس والمنصه احنا كنا بنعيط عيط هستيري، يعني نفضل والله العظيم كانت اختي تقعد تصلي عشان كده تعيط زي ما يكون حد ما يسلها فعلا. قلنا طبعا كل تأثرنا وكده، وقلنا لبابا احنا لازم نروح نشوف. طبعا كانوا بيجوا يتكلموا يقولوا ده في هناك زينا المفتي ببلاش قاعد يقول ريحتهم ريتنا ومش عارف ايه. قلنا لا احنا نروح نشوف بنفسنا نتأكد، وبرضه من باب الدعم عشان هم على حق وهم معاهم كل الحق. رئيس شرعي اتصل بسلطته، لا هم معاهم كل الحق. تفتكري يا فاطمه انت بتقولي ان انت من ضمن الاسباب اللي خليتك تروحي انت ووالدك واختك ان انت عايزه تتاكدي بنفسك، لانك شايفه ان في فريق يعني كبير جدا ومسيطر على الاعلام بشكل كبير جدا بيتهم الناس دي باتهامات يعني اكيد كل الناس عرفتها وسمعت عنها، من ريحتهم وحشة، من منتشر ما بينهم الأمراض، من إرهابيين وبيحملوا السلاح إلى آخره. تفتكر يا فاطمة لو كل حد عمل زيكم كده كانت النتيجة فرقت دلوقتي؟ يعني كل الناس اتأكدت بنفسها ومدتش ودنها للناس اللي ممكن تكون بتخدم هدف معين أيا كانت النتائج وأيا كانت الـ يعني الأسباب اللي بتخليهم يعملوا كده، كانت النتيجة هتفرق عن دلوقتي؟ فعلا كانت النتيجه تفرق، بس دي ناس مريضه قلوبها مريضه مش وعقلها مؤفين، وهم سوري زي الحمار كده لما حد بيسحبه هم مفسدين زيهم، هم مش بيشغلوا عقلهم ابدا، يعني عقلهم ده مؤفين، السنه اللي تتقال لهم هي دي بيمشي وراها، لكن هم لو عندهم عقل بيفكروا فعلا. العقل ده نعمه كبيره من عند ربنا، لكن هم مش كفاره فيهم. هما لو عندهم عقل فعلا يفكروا يشوفوا ده ولا ده، يحكموا عقلهم مش يمشوا ورا الكلام الاعلامي المضلل. بس طبعا ده يعني لو كانوا حاكمين عقلهم
كان فعلا هيشوفه زينا زي اي حد. رحنا وعشان نتاكد ونشوف، لكن هم لا، الاعلام بيقول عليه يبقى هو ده خلاص. طيب اسمحي لي يا فاطمه انتقل للاستاذ احمد عطيه والاستاذ عبد الله الدهشان. طيب الى ان يتم الاتصال بهم مره اخرى لعطل فني في الخطوط. ارجع ليكي مره ثانيه دكتوره ايه. دكتوره ايه، هسال حضرتك على فكره استخراج تصريح الدفن. انت قلتي لي كانت الامور ميسره، الجنازه بتاعه الوالد تمت في الشرقيه بشكل يعني طبيعي ولا كان في معوقات؟ دكتوره ايه. ايوه استاذ اسماء مع حضرتك. انا كنت بسال على بعد تصريح الدفن وشهاده الوفاه. معلش اسمحي لي في البدايه، شهاده تصريح الدفن او تقرير الطب الشرعي ما الذي ذكر فيه؟ طلب الوفاه، تقرير الوفاه. اختناق بسبب غيظ جاري البحث، وكاتبين لي جاري البحث. انا مش عارفه جاري البحث سنه كام، يعني هيطلع النتيجه هتطلع سنه كام. وجاري البحث الى الان انتوا متابعين القضيه؟ انتوا جاري البحث. طب انتوا تابعتوا القضيه؟ تابعتوا القضيه يا دكتوره ايه؟ تابعنا القضيه، وكان في بدل المحامي 2 و10 او 20 محامي. وفي الاخر عملوا ايه؟ اخذوا سنه مع ايقاف التنفيذ، والثاني اللي اسمه عمرو فاروق 10 سنين، وظبطوها وطبخوا الطبخه وخلاص بقى. وطلع انهم قتل خطا. طيب احساسك ايه وقت ما صدر الحكم ده؟ او بصي قبل حتى يعني الاحساس للحكم، كنت متوقعه اصلا يعني حكم يرضيكم؟ كنت متوقعه. طول ما لسه دوله الظلم دي قايمه، انا كنت متوقعه حكم زي ده. طول ما لسه الانقلاب وقاده الانقلاب موجودين، وعمرنا ما هناخد حقنا. طيب كلميني عن بعد استخراج تصريح الدفن وجنازة والدك ووصول جثمانه للشرقية، كانت الإجراءات ميسرة بعد كده؟ الإجراءات كانت الحمد لله ميسرة، وجم بالجثمان وتم دفن. طبعا في جنازة كانت مهيبة، وكان ما شاء الله يعني كان أولها وصل المقابر، وآخرها لسه بيطلعوا من الجامع يعني الحمد لله. وده بيشهد يعني هو حتى وقت الخبر نفسه، حضرتك كنت عند البيت عندنا جموع كأن بالظبط حصل زلزال في البلد. كان كمية ناس والمؤيد جنب المعارض الاثنين بيبكوه والله، يعني من حسن أخلاق بابا ومن حب الناس ليه، الكل كان واقف. طيب بمناسبة ان انت بتقولي المؤيد جنب المعارض، الكل كان يبكي، رأي الناس اللي انتوا تعرفوهم في محيط معرفتك بالأقارب والمعارف، رأي الناس المؤيدة للموقف اللي تم في رابعة والموقف اللي تم في مجازر كانت قبل كده الحرس جمهوري ومنصة، رأيهم ايه في ما حدث تحديدا في سيارة ترحيلات الموت او سيارة ترحيلات ابو زعب؟ احنا في حد من ضمن الناجين، في واحد جه زارنا وحكى لنا تحديدا ايه اللي حصل، وحكى لنا كمان اخر لحظات في استشهاد بابا. طيب انا اللحظات دي اسمحي لي دكتوره ايه، هو المفروض يكون معانا الحاج حسين عبد العال وهو احد الناجين من سياره ترحيلات ابو زعبل، فيعني يعني الحين من حاول يعني التواصل. طيب اسمحي لي دكتورة آية، احنا معانا دلوقتي الحاج حسين عبد العال احد الناجين من سيارة ترحيلات ابو زعبل. اهلا بيك حاج حسين. الحاج حسين عبد العال. طيب يبدو ان هناك مشكلة في الاتصالات، مشكلة في الكهرباء، مشكلة في الاتصالات، يعني هذا طبيعي مع كل ما نراه في الايام الماضية. ارجع ليكي تاني دكتوره ايه. دكتوره ايه، اللي حكى لكم بقى وصف لكم الى ان يلتحق بينا الحاج حسين، وصف لكم ايه؟ قال لكم ايه تحديدا؟ اللي حكى لنا وصف لنا ان هو طبعا كان بيحكي لنا ايام بابا في المعتقل ايه، كان بيقول انه دايما والدكم كان بيحكي عنكم وهو فخور بيكم، وقد ايه هو كان بيحب يحكي عن بناته وعن زوجته. كان دايما والدي بيحب الشعر اصلا، وهو خطيب مفوه ما شاء الله عليه كان.
فهد دايما بيقول كان بيصلي اوقاتنا بانه كان بيقول لنا سعره وكان دايما يذكرنا بذكر الله وكان دايما الكلام يصدقنا. الكلام ده كان في سياره الترحيلات يا دكتور؟ يعني كان الكلام ده في الاربع ايام في الاعتقال سياره الترحيلات. تمام. انا يعني يهمني اعرف اللي كان جوه سياره الترحيلات بشهادته هو، بما انه كان هو يعرف. هو بيقول بدانا نتحرك، هو بيقول ليلتها بالليل جه والدك وقال يا جماعه انا في مبلغ في الامانات، انا خلاص الجماعه طلعوا لي الكفاله وانا هطلع ان شاء الله بكره او النهارده بالليل، وانا سايب لكم المبلغ ده، دبروا بيه نفسكم واسمعوا على نفسكم المجموعه الموجوده معاه في المعتقل. بيقول اتحركنا اتفاجئنا الصبح ان هو لسه موجود معانا وانه ما طلعش من المعتقل ولا حاجه ولسه موجود. مترحل. فاحنا بيقول احنا كنا مستغربين انه ازاي الحاج ابراهيم اتكفلته كلها الساعه 12 بالليل ومترحل معانا تاني. تمام. فكنا كلنا يعني مظلومين، ليه يعني ليه حضرتك ما طلعتش او كده؟ طيب حاول يوصف لكم اللحظات الاخيره يا دكتور ايه، بس عشان الوقت اسمحي لي، حاول يوصف لكم. بدانا نتحرك ووصلوا هناك تقريبا الساعه 7، فكانوا هم ماشيين في الطريق، كان في هواء بيدخل لهم الشلاليك وكده، وقت ما العربيه وقفت كنا في عز شهر 8 الجو حر قوي. بيقول بدانا كلنا بقى نعرق بطريقه رهيبه، والكل بدا مش قادر يصطاد، العربيه نفسه سخنه قوي مش قادرين يستحملوه. طب في خباط افتحوا لنا، طب عايزين ميه، طب كده مفيش، طيب الشموا نص واحنا نفتح لكم، طيب قولوا معرفش ايه، واحنا طبعا الفاظ دي عاده الداخليه دايما بلطجيه، ويعني هو ده الطبيعي بتاعنا. فالمهم بيقول لي ان هو كان واقف قصاد بابا، فبيقول بابا ظهر بدا يظهر عليه التعب قوي، هو بابا كان بياخد علاج للضغط فما استحملش، فبيقول بدا يعرق خالص، ولقيته حاسس ان هو عايز يغمى عليه، وفي حد جنبه عمال يميل عليه، فانا الشخص اللي كان بيميل على والدك كنت ببعده شويه علشان بحكم ان هو كبير في السن يعني كده. لحد ما قال خلاص انا مش قادر، انا مش قادر، انا حاسس بصداع شديد قوي، انا مش قادر، واجتهد على نفسه واغمى عليه. هو بيقول انا يعني فاكر ان الحاج ابراهيم اغمى عليه، لكن من بعدها هو نقى. طيب يعني افهم من كده ان هو قبل ما يخرج الشاهد ده اللي بلغكم بالصوره دي، افهم من كده ان هو يعني حضر وفاه والدك من قبل ما الامور تتطور اكثر؟ حضر الوفاه، هو كان واقف قبل موضوع القاء قنبله الغاز داخل عربه الترحيلات. تمام تمام. طيب كل ثلاثه في ثلاثه واحد. طيب ماشي. اسمحي لي طيب انتقل للاستاذ احمد عطيه في يعني الدقائق الباقيه من حلقه اليوم. استاذ احمد عطيه، يعني سمعنا من اسره الاستاذ ابراهيم كاب كزوج كيعني محب لوطنه ومخلص لوطنه، رايك في ايه كصديق؟ يعني ايه الكلمات اللي ممكن تصف بيها الحاج ابراهيم الدهشان؟ ابراهيم رحمه الله، الاستاذ ابراهيم رحمه الله ينطبق عليه قول المولى عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه. الاستاذ ابراهيم انا معرفتي بيه من وانا صغير في الدراسه، كان هو بيدرس لينا دروس خصوصيه، كان نعم الاخ الاكبر، نعم الصديق الوفي. بدات اتدرج معاه في الصداقه لما كبرت، وخشيت معاه في جمعيه خيريه اللي هو اسسها، كنا طول الليل نلف على الارامل والمساكين نشوف الناس محتاجه ايه، الست اللي لها بنت عاوزه تتجوز ندبر ليها تكاليف الزواج والاجهزه اللي لازمه ليها. الاستاذ ابراهيم كان يعتبر رائد العمل الخيري في مركز فؤوس بالكامل، كل الجمعيات الخيريه كانت تيجي تقتبس منه خبرات، كان معارفه وحب الناس له كتير جدا، فكان يروح على الناس المنشوره يجيب منها يوجه للناس اللي محتاجه وهكذا، ابدال على الخير كفاعله، يعني هو كان ناس معاها فلوس ومش تبقى تتبرع وتتصدق ليهم، فيروح يرشدهم يجيب الفلوس. حضرتك سامعني؟ سامعاك يا فندم، اتفضل. كان شعلة نشاط، كان شعلة للعمل الخيري في البلد وفي أجوار البلد وفي كل المجالات، كان خطيب مفوه، كان مدرس،
ممتاز رائع مخلص، كان ينال حب الكبير والصغير، حب الراجل والست، حب والحياة. برضو من ضمن المعلومات اللي عرفناها عنه يا أستاذ أحمد أنه رغم يعني تقدم السن بيه، وإن كان يعني مش سنه مش كبير قوي للدرجه، كان ممكن يدي زي ما كان متعود ان هو يدي، يعني الدراسات اللي كان اعدها، بالاضافه ان هو يعني موجه اول لغه عربيه بدرجه مدير عام، كان يعد للماجستير في هذا السن. الاستاذ ابراهيم لو اتكلمنا فيه ساعات مش هنقدر نوصيه حقه. شكرا شكرا لك. الشعر ايضا فاصنع لنفسك قبل موتك ذكرها، فالذكرى للإنسان عمر كان. فهو كان دلوقتي أطعب ناس كتير وفاته الله يرحمه، هو مات شهيد ونحسبه شهيد، ومات على إيد عصابات الغدر، وإن الله لا يصلح عمل المفسدين. شكرا. قاعدة قرآنية ربنا اللي بيقول كده. صحيح صحيح. شكرا جزيلا لك الاستاذ احمد عطيه، ونعتذر، كان المفروض يكون معنا الاستاذ عبد الله الدهشان وايضا الحاج حسين عبد العال، وظروف انقطاع اكيد التيار الكهربائي التي لا تخفى على احد في مصر ومحافظات مصر كانت السبب في عدم التواصل الجيد طوال هذه الحلقه. بتوجه بالشكر للاسره الرائعه الحقيقه، اسره الاستاذ ابراهيم محمد الدهشان، زوجته الحاجة ميسرة، وأيضا فاطمة إبراهيم ودكتورة آية ابنته، وكذلك الابنة أماني وإيمان، يعني بنات زي ما قالت فاطمة، الكل يشهد بهذه التربية، ومن شهد له الناس بهذه التربية في تربية البنات تحديدا كما وعدنا الرسول عليه الصلاة والسلام، فالأجر محفوظ له إن شاء الله كما ذكر على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الجنة. يعني إحسان تربية البنات ليس لها جزاء إلا الجنة، فما بالنا بهذه الخاتمة وهذه المواقف التي يعني كل ما يهمه فيها هي مناصرة الحق، ويعني التحرك للدم، التحرك للدم، التحرك للدم، فيما عدا ذلك لا ينتمي الرجل لأي فصيل سياسي ولا لأي تيار سياسي موجود على الأرض. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وشوش جميلة وملها زي بتاخدني من ايدي لخضرة وضيع خايف، لكن فرحة لاني شفت نصري جاي، وشفت اخويا من دمي على قديب وعن دمي بقمر يسيدك قتلني، وهو مات وانا اللي حي. انا اللي